السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع كتابات ومقال للكاتب إبراهيم الزبيدي تحت عنوان ديمقراطية عراقية خمس نجوم. ما حدث في مجلس النواب مؤخرا أثناء جلسة التصويت على قانون سانت ليغو والطريقة التي استخدمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لطرد النواب المعترضين على القانون والاعتداء عليهم بالضرب العلني وعلى شاشات التلفزيون صورة مكررة أخرى للنظام التعسفي الدكتاتوري التسلطي القائم في العراق، والذي ما زال الأمريكيون والأوروبيون رغم كل فضائحه المجلجلة يلصقون به صفة الديمقراطية، وهم كاذبون. ففي لعبة متقنة تمكنت أحزاب البيت الشيعي وأتباعها من سنة الحكومة. ويضيف الكاتب: دون انتفاضة شعبية جديدة أعمق وأوسع وأشجع من سابقاتها تقلب الطاولة على هذه الشلة بكاملها، لن يتحقق السلام ولا الأمن ولا الرخاء لهذا الشعب الذي أثقلت كاهله السنون. تصوروا أن برلماناً نصف أعضائه كانوا خاسرين في الانتخابات الأخيرة، ثم تطوع مقتدى الصدر فأهداهم مقاعد تياره 73 بكل وقاحة وقلة خوف وحياء، يصدر قوانين ويعدل قوانين تحت سمع الإدارة الأمريكية وبصرها، ثم تشيد بهذه الديمقراطية التي يندر عليها العراقيون ويصفونها بأنها ديمقراطية خمس نجوم. طبعاً إن ما حدث أخيراً في مجلس النواب العراقي لم يكن مستبعداً ولا مستغرباً، ومن كان يحلم بأن يجد برلمان نور المالكي وقيس الخزعلي وهادي العامري وعمار الحكيم ومحمد الحلبوسي وبافل طالبان ومسعود برزاني بغير هذه الأخلاق وبغير هذا السلوك، إما جاهل أو مخدوع أو منتفع من واحد من مراكز القوة والسلاح والنفوذ. فالديمقراطية التي يسمونها ديمقراطية في العراق ليس سوى فوضى زرعها الحاكم المدني بول بريمر عامداً متعمداً، ثم باركتها إيران والمرجعية وتمسك بها الشركاء الكبار في نظام المحاصصة. إلى مقال نشره موقع عربي 21 للكاتبة أميرة أبو الفتوح تحت عنوان 20 عاماً على نكبة العراق. 20 عاماً مرت على الغزو الأمريكي للعراق بمآلاته الحزينة وانكسارات البلد القاسية وانسلاخه عن محيطه العربي الذي تآمر ضده وارتمائه في أحضان إيران بحسب الكاتبة. 20 عاماً عجافاً نسفت حضارة بلد عريق يشهد أقوى نموذج للتنمية والنهوض في العالم العربي، وكما فعل التتار في العراق عام 1258 فعل الأمريكان في عاصمة دولة العباسيين، فقد دمروا دولة ذات سيادة فقتلوا وأحرقوا تراثها العريق، فلم تسلم حتى الآثار العراقية من إجرامهم فأحرقوها وسرقوا ما تبقى منها ونهبوا ثروات العراق وذكوا روح الطائفية البغيضة بين أبنائه ليشعلوا نار الفتنة في البلاد، ولتصبح الطائفية الحاقدة العنوان السياسي الأبرز للنظام الجديد الذي وضعه بول بريمر الحاكم الفعلي للعراق بعد احتلاله. لقد دمر بريمر مؤسسات الدولة العراقية وفكك الجيش والأمن وسرح أفرادهما من الضباط والجنود لتحل محلهما الميليشيات الشيعية البغيضة ذات الولاء لإيران، وليصبح القتل على الهوية في بلد كان يمثل أنموذجاً وطنياً لا تعلو فيه إلا لغة الوطن الواحد والشعب الواحد. لقد عانى الشعب العراقي من جراء هذا الغزو الأمريكي الهمجي الكثير من المآسي، وزاد عليها ما كان يحدث في المعتقلات والسجون الأمريكية في العراق
من انتهاكات لا إنسانية حدثت على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام العالمية، وسجن أبو غريب شاهد عيان عما حدث في تلك المرحلة المظلمة من تاريخ العراق. لقد نسفوا كل أواصر المجتمع العراقي ليعيش الشعب في فوضى وبؤس وفقر وقحط في بلد غني سرقه حكامه الجدد الذين جاءوا على ظهر الدبابات الأمريكية. إلى صحيفة البصائر العراقية ونقرأ مقالاً للكاتب جهاد بشير يقول فيه: غير واحدة من الأوساط الصحفية المحلية منها والغربية تحدثت عن احتمال تجدد المظاهرات في العراق بعد إقرار من يوصفون بالنخب السياسية تعديل قانون الانتخابات المتعلق بمجالس المحافظات تحت مسمى سانت ليغو، بالنظر لكمية السم الذي دسه السياسيون في عسل ديمقراطيتهم المزعومة وإحالة القانون المعوج أساساً قبل تعديله إلى أداة تعزيز هيمنة أحزاب السلطة. ويضيف الكاتب: المظاهرات المناهضة لمخرجات العملية السياسية مطلوبة لكنها غير كافية لوحدها، لذلك يفرض الواقع وواجب الوقت على العراقيين النظر مجدداً في خياراتهم وتعزيزها بالخيار الأكثر نجاعة وإثماراً، بدءاً من الاستمرار بمقاطعة الانتخابات التي أثبتت أنها خيار سياسي معتبر في الجولة الأخيرة. سوف يكون للمظاهرات العراقية المتوقعة ثمار وجدوى في حال أنها خرجت لمناهضة النظام تأسيساً وتكويناً وتستهدف الإطاحة به واقتلاعه من جذوره دون فسح المجال لأنقاضه بمحاولة التجربة مرة أخرى، وليس فقط للاعتراض على مخرجاته أو نتاجاته المتعلقة بالقوانين والقرارات، وحتى تلك المظاهرات التي تطالب بالخدمات والوظائف وإن كانت تعبر عن ظاهرة صحية في الأوساط الشعبية العراقية، فإنها لن تبلغ سقف الطموح طالما بقيت العملية السياسية قائمة. إن الحقيقة المغيبة أو التي يراد لها أن تغيب عن وعي الجماهير في العراق تشخيص المشكلة العراقية في النظام الذي ولده مشروع الاحتلال، وأما ما دون ذلك فليس سوى نتيجة منطقية لعلة لو تم القضاء عليها لزالت كل ظواهرها. لذلك يراد حتى في بعض الساحات التي تعلن وطنية متكلفة أن يكون التصور العام قائماً على أن مشكلة العراق تكمن في الحكومات والقوانين والأشخاص. نشر موقع موند أفريكا الفرنسي تقريراً تحدث فيه عن نسف النهج الدبلوماسي الذي تتبعه إدارة جو بايدن للتحالف بين بعض الأنظمة العربية وإسرائيل الذي تشكل أثناء رئاسة سلفه دونالد ترامب. وقال الموقع في تقريره إن الولايات المتحدة منذ فترة رئاسة باراك أوباما تركت انطباعاً بمحاولة مغادرة الشرق الأوسط، ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات، أهمها عن ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تعرف رغبة إيران في امتلاك أهمية، أو أن تنامي القوة الصينية يمنعها من تشتيت قواها في جميع أنحاء العالم. الدول العربية فوجئت بحقيقة تختلف عن اعتقادهم المتمثل في أن إدارة بايدن سوف تكثف اتفاقيات أبراهام كأداة مناهضة لإيران في وقت يحاول فيه الرئيس الأمريكي نيل رضا طهران، أن إدارة بايدن أرادت الانسحاب من الشرق الأوسط للتركيز على مواجهة الصين في الشرق الأقصى، لكن بعد عامين سمحت المملكة العربية السعودية للصين بدخول الشرق الأوسط من الباب الكبير، وعليه فقد أتت خطة مغادرة الشرق الأوسط بنتائج سلبية على الولايات المتحدة التي لم تدرك أن المواجهة مع الصين مواجهة عالمية، وأن هجرها الشرق الأوسط يعزز فرص الصين للسيطرة على العالم. ونتيجة التقدير الخاطئ للوضع فقد بدأت اتفاقية أبراهام في التفكك.
نشرت مجلة فورين أفيرز مقالاً للباحث شادي حميد من معهد بروكينجز حذر فيه واشنطن من أي محاولات لإنقاذ الرجل الذي سيصبح ديكتاتور تونس، ودعا صندوق النقد الدولي لربط الدعم المقدم لتونس بالإصلاح السياسي. فبعد 20 شهراً على تعليق الرئيس قيس سعيد البرلمان فيما كان انقلاباً ذاتياً، تعزز حكمه الاستبدادي وتمكن. ففي الوقت الذي كان فيه القمع مرتجلاً ومتقطعاً أصبح الآن منظماً وواسعاً، وضم عشرات الاعتقالات لقادة في المعارضة، واستخدم المحاكم العسكرية ضد المعارضين، واستهدف سعيد المهاجرين السود المقيمين في تونس متهماً إياهم بالتآمر الإجرامي لتغيير البنية السكانية للبلاد. السلطات التونسية زادت في شباط فبراير من عمليات الملاحقة والاعتقال للمعارضين وسط تصريحات لمديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا بأن الأسابيع المقبلة أو الأشهر القادمة ستشهد توقيع ما تبقى من تحركات قبل نقلها لمجلس الصندوق، وينتظر الآن أن توقع الحكومة التونسية على الحزمة النهائية. ومن النادر ما تتدخل الولايات المتحدة متأخرة في مفاوضات صندوق النقد الدولي، ولكن من النادر أكثر أن تزيد الحكومة من وتيرة القمع وهي تتفاوض للحصول على حزمة إنقاذ من الصندوق. وبالنسبة للمؤسسة المالية فهي غير مهتمة بالفوضى السياسية، ويحاول الصندوق أن يبقى محايداً في مسائل السياسة، وبالنسبة لها فالديمقراطية والديكتاتورية هي مؤهلة للحصول على دعم. في تونس فالوضع السياسي الحالي والتحول نحو الديكتاتورية له تداعيات سياسية كبرى. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. إلى وكالة الأناضول التي نشرت صوراً حول رمضان والأوضاع المعيشية. ففي كل رمضان كانت التحضيرات على رأس اهتمامات العائلات المسلمة لمواكبة إحيائه بالطرق التي اعتادت عليها في السنوات السابقة، لكن هذه المهمة لم تكن سهلة بالنسبة لكثيرين، لا بل فاقت درجات صعوباتها تلك التي كانت في السنوات السابقة، ما يدل على تفاقم المشاكل المعيشية التي يواجهها كثيرون سواء في دول الشرق الأوسط أو في باقي أنحاء العالم.
وباعتبار أن زلزال 6 فبراير شباط الماضي شكل كارثة كبيرة ضربت الشعبين التركي والسوري، لابد من أن يحيي عدد كبير منهم شعائر رمضان بالحد الأدنى من التحضيرات. وهنا يبدو جلياً أن عطاءات الخيرين ومبادرات المنظمات الإنسانية ستضطلع بدور أكبر في ربط مجموعات معينة تعاني من حرمان حياتي هائل بفرحة رمضان التي تظل مأمولة لدى كثيرين يؤمنون بشهر الخير والبركة. أزاح متحف نيمو للعلوم في هولندا يوم الثلاثاء أزاح الستار عن كرة ضخمة من لحم مستنبت من الحمض النووي DNA لحيوان الماموث الصوفي المنقرض. وصنعت كرة اللحم شركة فاو الأسترالية للحم المستنبت في المختبر، قائلة إنها أرادت حث الناس على الحديث عن هذا اللحم الذي تصفه بأنه بديل أكثر استدامة بالمقارنة مع اللحم الطبيعي. وجرى تصنيع كرة اللحم من خلايا خراف أدخل فيها جين واحد من جينات الماموث يعرف باسم الميوجلوبين. تأمل الشركة في أن يصبح للحم المستنبت في المختبر مكان في الاتحاد الأوروبي، وهو سوق لم تصدر ضوابط لاستخدام مثل هذا اللحم كطعام. والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أكيد سمعتها كتير بس هقولها تاني. نورت الفسطاط. فسطاط منورة بأهلها. يا أمير المؤمنين، أنت الداعي وأنا المدعو، أنت الحاكم وأنا المحكوم. تضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، وإذا بلطف الله يهطل فجأة يربي من اليبس الفتاة قلوبا. الحقيقة هذان البيتان كتبتهما قبل 10 سنوات، ولو أن صناع العمل كلفوا أنفسهم أن يطلعوا اطلاعا على ديوان الشافعي لتبين لهم خطأ هذه النسبة. وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.